السلام عليكم مريم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي. فيديو ديال اليوم شوفوني قداش متحمسة، مبقيت خضرا نهضر. فيديو ديال اليوم متحمسة ليه بزاف، لأنه هو كما شوف العنوان هو عبارة عن بوك اول. وشحال هادي ما درت بحال هاد الفيديو، من فاش كنت كنقلب في القناة ديالي داك النهار لقيت بأنه آخر بوك اول عندي في القناة هو آخر بوك اول ديال سنة 2018. فحسبوا نتوما شحال ما درت فحال هذا الفيديو هذا، وماشي حيت باش ريت الكتوبه ما عارفينيش، كانت في كتوبه بزاف صراحه، ولكن ما عرفت علاش ما وريتهمش لكم. قال حيت كندير لكم بزاف، زعما غير فاش كنشري شي كتاب كنوري لكم في انستغرام نيشان، فما كان ما كاتجينيش في بالي ديال نجمع كاع الكتوبه اللي شريت ونوري لكم في فيديو. فقلت انني ندير بوك اول الكتوبه اللي شريت في هاد الشهرين، نقولوا 3 شهور الاخر تقريبا، حيت بغيت نشارك معكم واحد الاكتشاف مهم جدا. فيلا نبداو الفيديو. بابا عافاك بشويه. كما عارفين يمكن بانه الفتره الاخيره وليت كنقرا باللغه الانجليزيه بزاف، لانه بغيت نطور اللغه ديالي، زعما اللغه الانجليزيه ديالي. فدائما كنت كنقلب على منين نشري كتب اللغه الانجليزيه، خصوصا انهم غاليين في المغرب. فكنت كنشري من عند مكسيك بوك شوب، اللي هي واحد المكتبه في طنجه، يعني كانوا كيجوني من طنجه، فكانوا عندهم زعما كان عندهم الاختيار صراحه الله، ولكن كان كيتقام عليا الكتب غاليه، لانه ضروري كنخلص الى جانب ثمن الكتب اللي كيكون اصلا غالي كنخلص ثمن التوصيل. فكان خصني باش نشري كتاب اللغه الانجليزيه خصني شي شهرين ما نشريش كاع حتى شي كتاب باللغة العربية أو شي كتاب آخر، باش نقدر نشري داك الكتاب الوحيد اللي باغا. فكانت كتجيني شوية صعيبة، ومؤخرا واحدة من المشتركات هدرت معايا وقالت لي بأنه مشيت لواحد المكتبة في المدينة في الدار البيضاء، وقلت لها واخا غادي نمشي نشوفها نكتشفها. وصراحة كان واحد اكتشاف زوين بزاف، لأنه عندهم واحد بعدا قبل ما نبدا، راه هما ما فخبرهمش بلي غنهضر اليوم على المكتبه ديالهم ولا حتى حاجه، انا فقط هما اصلا ما عارفيني كاع واش دايره حتى شي شان يوتيوب ولا شي حاجه. ففقط غير زعما بعض الاكتشافات اللي كنديرهم، اللي انا براسي كنت كنتمنى نشوفهم عند شي حد ووريهم ليا. فكنبغي نشاركهم معكم باش نتوما الناس اللي ساكنين في كازا يمشيو للمدينه، راه كاينه هاد المكتبه هادي سميتها دي اس ام، غتلقاو المعلومات ديالها في صندوق الوصف. ف لقيت عندهم واحد لو شوا كبير، واحد الاختيارات اكثر في الكتب اللغه الانجليزيه، عندهم حتى باللغه الفرنسيه وحتى اللغه العربيه، ولكن اللغه العربيه قل شويه. فانا كنت مهتمه صراحه، مهتميت بزاف باللغه الانجليزيه، وخصوصا انهم عندهم واحد الاثمنه اللي مناسبين جدا. دابا تشوفوهم غادي نشاركهم معكم، وبحال مثلا الا مشيتي وشريتي اكثر من كتاب ضروري كيديروا لك واحد الخصم ديال 20%. فبقيت عندهم واحد الحاجه زوينه، بقيت عندهم واحد البوك ماركس اللي شحال وانا كنقلب عليهم. نبدا بهم من الاولين اللي هما هادو ماغنيتيك بوك ماركس، ما عرفتش كيفاش كتنطقو. اوكي غادي نوريهم لكم قريب، زعما عن قرب. شريتهم 17 درهم، 3 في 17 درهم، وعطينا فرحان بزاف اللي شريتهم كنستعملهم غير هما. وكان عندهم حوايج اخرين، عندهم حتى داكشي ديال المكتب، ستيلوات، دي زاجوندا، يعني عندهم بزاف وداكشي منظم وزوين ونقي. فندوزو دابا للكتوبه بطبيعة الحال. لا شريت حتى واحد الكتاب باللغة الفرنسية، نسيت ما حطيته هنا. المهم نبداو فيه هو الاول، عاد باش نشوفوا الكتب باللغة الانجليزية اللي هما اللي مهمين. شريت اسيس ايماجيني سي سي تي فري دو وادي حدادة، اللي درت ليه مراجعة، يلا لقيتوني سجلت ليه مراجعة، داكشي علاش كان هنا. ما عرفتش واش المراجعة تجي قبل ولا من بعد، باش ما كان اللي كانت خرجات راه تلقاها في صندوق الوصف. فشحال انا كنقلب على هذا الكتاب وفاينلي لقيتو، لقيت حتى الكتب الاخرين ديالو، ولكن ديك الساعه قلت نجرب اول واحد نشر اللي هو هذا، شريتو ب 69 درهم. اذا الكتب باللغه الانجليزيه تقدروا تشوفوا غير الضحكه العريضه اللي فوجي، شحال انا فرحانه. نبدا لكم بواحد اللي ما يمكنش هذا الكتاب، لوبجي اللي يعني الكتاب في حد ذاته واعر. المهم
Persuasion by Jane Austen. Jane Austen كنت قريت لها Pride and Prejudice ولكن باللغة العربية، وصراحة كانت واحد زعما هذيك الرواية خيبت ظني كثيرا، ولكن رجعت السبب الوحيد أنها معجبتنيش للترجمة، لأن الترجمة معجبتنيش صراحة. فكنت باغا نقرا Pride and Prejudice باللغة الإنجليزية عاد باش نقدر نحكم، لأنه it's masterpiece، ما يمكنش كلشي تعجبو أنا ما يعجبوش. المهم الأذواق تختلف والأذواق لا تناقش بطبيعة الحال، ولكن زعما بحال ضروري خاص يعجبك داك الكتاب، حيت ما يمكنش ما عرفتش فاش ما عجبتيش تصدمت، فما بغيتش نصدر حتى شي حكم قبل ما نقراه باللغة الأصلية ديالو. ففاش مشيت لقيت Pride and Prejudice، ولكن قلت زعما نجرب الأسلوب ديالها في واحد العمل آخر وشريت هذا. مهم بغا باش نعلمكم من دابا فلوسي غيمشيو في هاد في هاد ليزيديسيون هادو. شريت هادي ب105 درهم، لانه عنده بزاف مجموعه من الكتب في هاد الاديشن هادي. شنو سميت هادي ماكميلن، هادو ديال ماكميلن كوليكتورز اديشن، المهم ما عرفتش كيسميو. فان شاء الله نقرا هذا وديك الساعات الى عجبني الاسلوب راه غنقرا برايد اند بريجوديس، ومتاكده غيعجبني لانه It's Jane Austen. شريت عاوتاني واحد الكتاب لي شحال هادي وانا باغا ناخذو. مهم في هادشي كامل نقدم لكم، لانه نسيت ما قلتش لكم، ما نقدمش لكم غير الكتب اللي شريت من هاد المكتبه، وانما حتى واحد الكتب وحدين اخرين شريتهم في هاد الشهرين ولا 3 شهور اللي فاتوا من عندك الكتب اللي درت عليه فيديو كامل باش ما تزولونيش. شريت هاد الكتب راه تلقاو العنوان ديالو، زعما الفيديو اللي ذكرت فيه العنوان ديالو في صندوق الوصف، فشريت من عنده شي كتبه. مهم هادشي كامل اللي قدمت لكم. الكتاب الوحيد اللي قريت فيه هو ايماجيني سي سيل تبغي دو وادي حداد، فهادشي كامل اللي من بعد ما قريتوش باش تفهموا دابا. فشريت تو كيل ا موكينج بيرد باي هاربر لي، والكفر تي زوينه. فانا متحمسه بزاف باش نقرا هذا الكتاب صراحه، ما عرفتش بالضبط علاش تيهضر وما بغيتش نعرف، لانه هكا بغيت ندخل فيه وانا ما عارفه عليه حتى حاجه، لانه بزاف عجبهم وبزاف اثر فيهم. ف ياي انا زعما فرحانه حيت لقيتو، كنت شريتو هذا ما عقلتش 80 ولا 70 درهم ما عقلتش، المهم ما كانش غالي بزاف. كتاب ديال جوجو مويس اللي هي الكاتبه ديال مي بيفور يو افتر يو ستيل مي. مي بيفور يو كنت تفرجت في الفيلم واثر فيا بواحد الطريقه، المهم كان زوين بزاف داك الكتاب، داك الفيلم كنت باغا الكتاب ديالو، باغا نقراه باش نقرا الجزء الثاني والثالث، ولكن ما لقيتوش للاسف. فخديت كتاب اخر نفس الكاتبه باش نكتشف الاسلوب ديالها، واللي هو The Girl You Left Behind. كما كتشوفوا الكتاب كبير، فيه شي 500 ولا ما نعرف 500 وزياده. هذا كنت شريته ب100 درهم، وكما كتشوفوا زعما زوين، الغلاف زوين وكبير بزاف. فكنت قبل بحال هذا النوع من الكتب ما كيتقاموش عليا برخص من 230-250 درهم، ف 100 درهم راه حسبوا شحال تنقص ليا. ف تاع الكتاب مهم، راه الاغلبيه ما نقولش لكم علاش كيهضروا لانه مازال ما قريتهمش، وانا براسي من النوع اللي ما كيقلبش بزاف على انه يعرف معلومات حول الكتاب قبل ما يقراه، هكا باش زعما باش ما نتسبويلاش وباش ندخل فيه وانا ما عارفه عليه حتى حاجه. وثاني واحد الكتاب ديال كاتبه قريت ليها حد الان جوج ديال الروايات، اللي هي رينبو راول، شريت لها كاريون. هاد الكاتبه بغيت نقرا لها كاع الاعمال ديالها لانه الاسلوب ديالها كيعجبني بزاف. هو الاسلوب ديالها ما ننصحوش للمبتدئين صراحه، ننصحو هكا عندهم واحد زعما في اللغه الانجليزيه، ننصحو اللي عندهم واحد النيفو متوسط الى تمام متوسط الى جيد. اصلا الكتبه ديالها كبار شويه. المهم اليونور بارك ما كانش كبير، فقريت لها حد الان اليونور بارك وفان جيرل، وبجوجهم كانوا
أربعة خمسة ديال النقاط على خمسة، فعجبوني. وهذا اللي عارفة عليه هو أنه بزاف كيشبهوه بهاري بوتر. أنا مازال ما قريتش هاد السلسلة، وإلا كنتو تتبعيني مش حالة ديال تعرفوا المغامرة ديالي مع هاد السلسلة هادي. هاري بوتر كنت كنقلب عليها من شحال هاد السلسلة، ولقيتها باللغة الفرنسية لأنه ما كنتش كنقرا ديك الساعة باللغة الإنجليزية، وفاش وليت كنقرا باللغة الإنجليزية بعتها، وهنا دابا باقا كنقلب عليها. وفاش مشيت للمكتبه سولتو عليها قال لي بلي تسالات، لانه الناس كيشريوها بزاف وكيقراوها بزاف، فكيقول لك بانه تيشبهوا هذا الكتاب بديك السلسله. ما عرفتش، ربما لانه اصلا هذا الكتاب كيهضر على السحر وعالم السحره ومدرسه ديال السحر، ف نكتشفوا. داير 85 درهم، جاني رخيص لواحد الدرجه كبيره، وكيعجبوني كتبه لي بحال هكا. او ماي جاد، كحماق عليهم. سالينا مع ال دي اس ام على المكتبه، وكما كتشوفوا اكتشافات زوينين بزاف. دابا غننتقل لكتبي اللي دائما كنشري من عنده، واللي دائما كنلقى عنده الكتب اللي بغيت. شريت من عنده جوج ديال الكتب باللغه الانجليزيه، حتى هو ما حنا كنهضروا على الكتب باللغه الانجليزيه. شريت اولا Everything is Fucked A Book About Hope by Mark Manson. هذا هو الجزء الثاني ديال The Subtle Art of Not Giving a Fuck ديال مارك مانسون. نيت مازال ما قريتوش. مهم ما تقولوا لي والو، راه عرفت ما قريتوش لانه تحاول قلب لشي سبب ولكن ما كاينش. anyways غنقرا ان شاء الله عن قريب، وفاش شفتو قلت على الاقل يكون عندي الجزء الثاني باش حتى الا بغيت نونشينيهم، يعني اون فوا سالي الجزء الاول ندير الجزء الثاني يكون عندي. واللون، هذا اللون تعجبني بزاف. وشريت عاوتاني واحد الكتاب اللي ما يمكنش الناس شحال كيهضروا عليه، كيقول لك بدل لهم حياتهم الى غير ذلك. The Secret by Rhonda Byrne. السر، كتاب السر اللي بزاف قراوه. و هو مهم، هادو بجوجهم ديال ديفلوبمون بيرسونيل، ديال التطوير، ديال التطوير الذاتي، ولا ماشي المهم التطوير الذاتي. كما كتشوفوا راه كنحاول نشري كتب من هاد النوع، وكنحاول نقراهم، لانه زعما بزاف كنقول لكم، بزاف المرات كنقول لكم ماشي النوع ديال الكتب ديالي، ولكن كنحاول ناخذ دوك الكتب اللي معروفين بزاف من هاد النوع هذا، نجربهم لعل وعسى يغيروا لي الراي ديالي حول هذا النوع من الكتب ديال تطوير الذات. ندوزو للكتب باللغه العربيه. بطبيعه الحال اللغه العربيه خديت ملائك نصيبين للدكتور احمد خالد مصطفى، هو الكاتب ديال انتي خريستوس. بعدا كيعجبني العمل اللي كيديروا ليه في ديال الاغلفه ديال الكتب ديالو، كلهم زوينين، كلهم باينين دايرين فيهم واحد المجهود. اصلا على العموم كتب عصير الكتب تيكونوا زعما فيهم واحد المجهود كبير في الاغلفه. بغيت نقراه شي ليله، في زعما نقراه في الليل ونتخلع، ما عرفتش علاش باغا نقراه في الليل. ف وما ننصحش راسي بهادشي، ولكن دائما نحن نحب المغامره. فيه بزاف ديال الصور من الوسط بحال هكذا. كيعجبني احمد خالد مصطفى انه كيحاول دائما يدير شي حاجه مختلفه في الكتب ديالو، بحال مثلا بحال هكا. فما تصوروش شحال متحمسه انني نقرا الكتاب، ما كنتش سمعت عليه نهائيا حتى شفتو حاطو، قلت نكتشفو. وكيعجبني هذا النوع ديال الروايه ديال الرعب. الكتاب الاخر هو واحد الكتاب كنت لقيته في المعرض الوطني للكتاب المستعمل، ولكن لقيته شويه غالي وما مشريتوش. اصل الانواع لداروين. مهم كبير بزاف، ما عرفتش امتى غنقدر نقراه، ولكن فريمون زعما باغا نعرف شنو طرا ليه في بالو حتى فكر باللي حنا كنا هكا ولينا هكا. مهم بغيت زعما بصح بغيت نكتشف شنو هو الاصل من هاد النظريه هذه، ونتعرف في القريب العاجل ان شاء الله. ايضا شريت واحد الكتاب لواحد الكاتب اللي معروف بزاف مؤخرا، اللي هو ادهم الشرقاوي. شريت ليه كتاب حديث الصباح، لانه هو الوحيد اللي لقيت عنده. فكنت كنهضر مع ايا من قناه بوك اديكت، وقالت لي بانه الكتب ديالو زوينين بزاف وكيعجبوها. ما عرفتش شحال قرات ليه من عمل، ولكن زعما كتقراه بزاف عجبوها الاعمال ديالو، لانه دائما كيدير واحد
طابع يعني ديني في الكتب ديالو، واخا تيكونوا مثلا كتب رومانسيه كيكون فيها واحد الطابع ديني. فزعما هضرات عليهم بواحد الطريقه زوينه بزاف، ولا شي وقعتني وانا كنثق في الاذواق ديالها الصراحه، فقلت نبدا بهذا الكتاب وديك الساعه نشوف الاعمال الاخرى ديالو. اخيرا وليس اخرا شريت 40 لاحمد الشقيري. هذا الكتاب من نهار الصدور ديالو انا باغا نقراه، من الطريقه كيفاش منظم الكتاب ديالو، المواضيع اللي كيتحدث عليهم، زعما فكره بانت ليا من الاول غير وانا كنتصفح الكتاب بانه فكره جديده وفكره زوينه، فبغيت نكتشفه. 40 كما قال هنايا، 40 يوما مع نفسي، مع قراني، 40 يوما مع حياتي، مع تحسيناتي، معادلاتي، كتبي، قصصي، بحال 40 يوم مع هادشي كامل اللي ذكر هنايا، ونشوف الفكره كي غتولي. ف يس متحمسه حتى باش تقراه، وهادشي اللي كاين. المهم راه ما شريتش بزاف باغابوغ لانه هادشي شهرين وثلاث شهور اللي فاتوا. نتمنى انكم فدتكم بالاكتشاف اللي درت، وهادشي اللي كاين. كنت معكم مريم، قراءه ممتعه.